بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. احنا هنا في دير العذراء بدير جندلة بجبل الغربي. الجبل هنا اسمه جبل سرجة، تابعين لأبرشيت ابو تيج وصدفة الغناي، تحت رعاية نيافة الانباء اندراوس اسقف الأبرشية. مكان الدير يبعد عن دير درونكا بحوالي 25 كيلومتر. الدير مؤسس من القرن السادس الميلادي، واللي اسس الدير الأنبا مقروفيوس. أنبا مقروفيوس هو الابن الأكبر لملك مدينة قاو. قاو دي مدينة أثرية موجودة حاليا في أسيوط شرق النيل. اتولد أنبا مقروفيوس سنة 490 ميلادية، كان هو الابن الأكبر للحاكم ده، وكان عنده 3 إخوات تاني أصغر منه اللي هما إلياس وبولس ويوساب. من صوره اتعلم ازاي الصلاة والصوم وحب الناس والعطف على المساكين والمحتاجين، وكان بيتميز بشجاعة وخصوصا في الإيمان الأرثوذكسي، عشان كده سمي باسم ناقوس الأرثوذكسية. لما أنبا ساويرس الأنطاكي كان نزل في مصر عشان هارب من أصحاب البدع والهرطقات، نزل في ضيافة الأنبا مقروفيوس وتنبأ عن الأنبا مقروفيوس إنه هيكون أب روحي لجماعة كبيرة من الرهبان. فعلا أنبا مقروفيوس أخذ البابا ساويرس الأنطاكي في زيارة لأديرة الصعيد، وفي دير اسمه دير الأنبا مويسيس بالعرابة المدفونة في البليانة. أنبا مقروفيوس أعجب بحياة الرهبان فيه اللي بيتحلوا بالنسك والطهارة والاتضاع، فقرر إن هو يسيب الحكم لإخواته ويرجع يترهبن بعد زيارة الأنبا ساويرس الأنطاكي. فعلا بعد ما خلصت الزيارة رجع أنبا مقروفيوس للأنبا مويسيس اللي لبسوا إسكيم الرهبنة سنة 522 ميلادية. بعدها بفترة بسيطة جاء في المنطقة هنا وأسس 5 أديرة، منهم الدير اللي احنا فيه اللي هو دير العذراء بدير الجندلة. كان هذا الدير لوقت قصير يطلق عليه دير أبو مقروفة، حتى في قراءة خرائط المساحة عام 1905 مقروفيوس كان يسمى بهذا الاسم، أما تسميته بدير الجنادلة فيرجع هذا الاسم لما يحيط بالبلدة والدير من صخور وأحجار تشبه الجنادل ومفردها جندول، فأطلقوا عليه اسم دير الجنادلة، فتقدس بزيارة العائلة المقدسة، ولذلك سمي هذا الدير باسم دير القديسة العذراء بدير الجنادلة. كان يحيط بالدير سورا كبيرا يجمع بداخله أبنية قلالي الآباء الرهبان والبئر الأثري وجميع مباني الدير والكنائس الأثرية، ولكن هذا السور هدم ولم يبق منه إلا بقايا مبنية من الطوب اللبن تحيط بالكنيسة فقط. عند دخولنا الدير نجد الباب الأثري للدير وهو من الناحية البحرية كعادة الأديرة. وأمامه من الناحية البحرية مغارة كبيرة، وهناك مغارات كثيرة متناثرة حول الدير من كل ناحية كان يسكنها الرهبان كقلال يستخدمونها للعبادة. ويوجد بالدير بئر أثرية ترجع إلى القرون الأولى للمسيحية، وهي على عمق 45 مترا في أرض صخرية. أما كنائس الدير، يوجد بالدير كنيستان أثريتان، هما الكنيسة الأولى كنيسة القديسين بطرس وبولس، بنيت حوالي سنة 1765
لها 9 قباب و3 هياكل. الهيكل البحري على اسم القديس ماركوريوس أبو سيفين، الهيكل الأوسط على اسم القديس بطرس وبولس، أما الهيكل القبلي باسم القديس الشهيد العظيم ماري جرجس. ويسقف صحن الكنيسة 6 قباب أخرى تمثل الصحن والخورس للكنيسة. الكنيسة الثانية الكنيسة الأثرية بالدير، وهي عبارة عن مغارة منحوتة في الجبل من القرن الأول الميلادي، وقد تكون العائلة المقدسة قد جاءت إليها في زيارتها إلى أرض مصر أستراحت بها، فهو مكان مقدس لأن المكان الذي وطنت به الأقدام، أقدام الطفل يسوع، يكون مقدساً.